عندي جلاش بالمهلبية، جلاش ونشا ولبن وشربات ومكسرات ومكسرات. نجيب دي كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شوية نشا اللي هنربط بيهم المهلبية. يا مهلبية، زمان كنا بغني اغنية المهلبية، يا مهلبية يا. سمعتها يا ابراهيم قبل كده؟ اغاني العواجيز بتاع زمان دي. يا مهلبية يا، يا نور عينيا يا، فاكر رمسيس؟ الله يرحمه. والله العظيم هم قالوها يا مهلبية وغاروا منها، قالوا خلاها تلفزيون يا تلفزيون يا، لكن هي بتاعت المهلبية مش بتاعت التلفزيون. انتوا بقى بتنقوا على مزاجكم بقى، مش مشكلتي انا. يس نعم. المكسرات دي بغذي بيها الكريمه بتاعتي اهو، بجرشها بس كده عشان يبقى لها طعم جميل. كده اتكسرت اهي، نبدأ نتوكل على الله. ادي السمنه بتاعتي كده، والمحشي عندي وطيت عليه اهو. بعمل ايه بقى حضراتكم؟ بخلي القطارب دي بره شويه اهي كده، واعمل العكس اهو. بشبعها كده، ادي رق تاني وكده رق اهو. ادي المهلبية بتاعتي اللي غنوا لها وقالوا لها يا مهلبية يا، والتاني يقول لي تلفزيون يا. ممكن نعملها بكاستر، ممكن ندي بدل دي كاستر، يبقى كاستر خيركم. وادي المكسرات بتاعتي اهي، واعمل عملية تقفيل بقى، اقفل كده اهو. واروح حاططها في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم.